ينضم إلي من الخليل أمجد النجار الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني. مرحبا بك سيد أمجد. يعني بداية، لو تضعنا في صورة الوضع الصحي اليوم للأسير الغضنفر أبو عطوان. يعني أولا نوجه التحية إلى كل أسرانا الأبطال في داخل سجون الاحتلال، وخاصة الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم 62 على التوالي. طبعا كل الاحترام لكم بهذا اللقاء الحصري مع الأسير الغضنفر أبو عطوان. ووضعه الصحي يعني واضح لمن يعرف الغضنفر أبو عطوان بصحته الجيدة، وكعسكري في الأجهزة الأمنية يعني هو شخص يعني يمتلك صحة قوية جدا. يعني هناك فرق كبير جدا وشاسع بين الصورة التي ظهرت الآن على الكاميرا وبين ما نعرفه عن الغضنفر، ونعرفه جيدا. هناك تدهور خطير على وضعه الصحي. التقرير الطبي الذي يعني حصلنا عليه الأسبوع الماضي عندما قدمنا طلب للنيابة العسكرية للإفراج عنه ونقله إلى أحد المشافي الفلسطينية، كان التقرير يعني خطير جدا. يعني بملخص التقرير أنه الغضنفر في حال استمرار إضرابه بهذه الطريقة الصعبة جدا احتمال الشلل والموت المفاجئ، أو أن يصاب بمرض بعاهة مستديمة ولا يستطيع العلاج منها مطلقا. لذلك أيضا كان هناك بعض الأمور أخرى في التقرير خطيرة جدا تتعلق بالرئتين والكلى وما إلى ذلك والقلب، ولكن هذه بنقاط ثلاثة. وضعه الصحي خطير جدا، وزنه أكثر من 20 كيلو ونقص من وزنه حتى الآن. لحتى هذه اللحظة لا يوجد أي حلول مع المخابرات الإسرائيلية في موضوع سيد أمجد. هو معتقل إداري، يعني هل لك أن تفسر لنا معنى هذا الاعتقال؟ هل يستند إلى تهم محددة؟ يعني أولا الاعتقال الإداري كما نتحدث عنه الشعب الفلسطيني هو السيف المسلط على رقاب أبناء شعبنا، وحكومة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق الاعتقال الإداري كملاذ أول في معاقبة أبناء الشعب الفلسطيني. لا يستند إلى أي تهمة. الاعتقال الإداري هو قرار يصدر عن ضابط مخابرات المنطقة أن هذا المواطن يشكل خطر على أمن الاحتلال فيتم اعتقاله استنادا إلى ملف سري، وهذا ومرفوض دوليا، وهناك قرار بأن الاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي ومحرم دوليا. ولكن في حالتنا الفلسطينية الاحتلال يلجأ منذ عام 67 وحتى اليوم إلى الاعتقال الإداري. أكثر من 100,000 مروا على مذبح الاعتقال الإداري، وهناك من أمضوا في الاعتقال الإداري أكثر من 10 سنوات. هذا الاعتقال من أصعب ما يعاني منه الشعب الفلسطيني من اعتقال المثقفين والأدباء ورجال الفكر والأسرى المحررين وقادة الميدانيين الذين يقودون العمل الشعبي والجماهيري. هي الطريقة الوحيدة للمخابرات لمعاقبة أبناء شعبنا. الآن الغضنفر أبو عطوان بعد أن تعرض عدة مرات للاعتقال الإداري وأضرب قبل هذه المرة ضد الاعتقال الإداري، أنهى اعتقاله الأول 6 شهور من تاريخ اعتقاله 9/10/2020 ليفاجأ بقرار اعتقال إداري جديد مدته 6 شهور أخرى. لذلك كان القرار من الغضنفر أن يبدأ هذا الإضراب رفضا للاعتقال الإداري. وأنا بقول أنه الآن الأسرى الإداريين والبالغ تعدادهم ما يقارب 500 معتقل يدرسون بالفعل جدية البدء في إضراب وخطوة جماعية ضد هذا الاعتقال الذي بالفعل يعني يسلب إنسانية الإنسان. إنه الإنسان داخل الاعتقال لا يعرف تاريخ اعتقاله، لا يعرف تاريخ الإفراج عنه، لا يعرف ما هي التهمة، يبقى قيد قرار من ضابط المخابرات. حتى سابقا كان قرار الاعتقال الإداري يعني يمر بعدة مراحل. يعني قائد الجيش في حكومة الاحتلال يصدر هذا القرار أو وزير الداخلية في حكومة الاحتلال. الآن يعني في استباحة للقانون الدولي أن يقوم ضابط المخابرات الولد العايش في المنطقة، ضابط مخابرات لا يتعدى عمره 25 عاما، يقوم بإصدار قرار الاعتقال الإداري بحق قيادات الشعب الفلسطيني وإبقائهم خلف القضبان في ظروف صعبة جدا. لذلك يلجأ أسران الأبطال إلى الأمعاء الخاوية من أجل أن يعبروا عن غضبهم ورفضهم لهذا الاعتقال. سيد أمجد، يعني بحسب مراسلنا وبحسب ما ذكرت أنت، يعني الوضع الصحي سيء جدا للأسير الغضنفر، حتى الصليب الأحمر يحذر من أنه هو مهدد أو حياته مهددة بالخطر. كيف يمكن اليوم أنتم كنادي وحتى المؤسسات الحقوقية تحشيد الجهود المحلية والدولية لإنقاذ حياته، وهو ما ينطبق طبعا على الأسرى الآخرين؟
يعني احنا اليوم في اليوم 62 وجهنا نداء الى كل المؤسسات الحقوقيه والدوليه والى كل الفعاليات. غدا ستنطلق موجه جديده من فعاليات التضامن في كل محافظات الوطن امام مقرات الصليب الاحمر وامام مقرات الامم المتحده وامام او في مراكز المدن، سيكون عنوانها حريه الغضنفر ابو عطوان. الطريقه الوحيده للافراج عن الغضنفر هو عمل شعبي جماهيري ضخم جدا يمتد الى كل محافظات الوطن، اضافه الى اخوتنا في الداخل وفي الناصره وامام مستشفى كبلان. سيكون هناك وقفات تضامنيه متزامنه بنفس الوقت مع الفعاليات في محافظات الوطن. الحل الوحيد للضغط على الاحتلال هو العمل الشعبي والجماهيري، اضافه الى ان هناك جهودا تبذل من القيادة السياسية مع الجهات المعنية من أجل يعني ضمان الإفراج عن الغضنفر أبو عطوان قبل أن يفقد حياته. كل ساعة تمر من حياة الغضنفر هي في خطر حقيقي على حياته. لذلك الصليب الأحمر كان مفروض بيانه أن يكون قبل ما يقارب 15 يوم أو 20 يوم أو 30 يوم وليس بعد 60 يوم من إضراب الغضنفر أبو عطوان، اللي بالفعل ممكن أنه أجزاء من جسده قد تأثرت نتيجة هذا الإضراب المتواصل. شكرا جزيلا لك من الخليل أمجد النجار، الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني.